ثم يدخل والركنية من بن موسى. وهدف من شافعي. شافعي فاروق يسجل الهدف في الركنية الثابتة في الدقيقة 60، في الدقيقة 61، هدف لصالح الاتحاد، 0 لصالح البنودية. هي الكرة ثابتة ركنية على الجهة اليسرى من شغال، رأسية ممتازة في القائم الأول، والاتحاد يفتح باب التسجيل أمام المولودية في الدقيقة 61 في هذا النهائي لكأس السوبر، كأس الممتازة بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر بملعب تشاكر ستاديوم. وفرحة كبيرة لجماهير وأنصار الاتحاد. شوفوا في هذه الركنية، وشوف يعني بوشريط هو اللي كان وراء خلف شافعي، ونعرف ان بوشريط يعني قامته ما تسمحلوش باش ممكن يغطي، لا ما نظنش يعني الرواق الاول القائم الاول بالنسبه لمرمى المولودية كان على القائم الاول، كان في مباراكو لا الحق تحت على الكره. هذا ما تكلمنا عليه، استعداد البدني لبعض اللاعبين من اتحاد العاصمة، يعني أكثر استعداد من بعض اللاعبين لمولودية الجزائر. شاف الصورة وتكلمنا على الصورة، معليش مزيان. نعم شوف الصورة، هل لمسوا؟ ما لمسوش. أنا كي نشوف هكذا يعني في الصورة 70 مفتاح بعد صافرة محمد بن نوزة، يتقدم مفتاح شعال، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح اتحاد الجزائر في الدقيقة 77. الاتحاد الجزائر هدفان، مولودية الجزائر 0. تتعقد أمور المولودية وتصبح الكأس الممتازة أقرب لاتحاد الجزائر. فرحة كبيرة طبعا للإنسان وللاعب. هاي الإعادة، الحارس في جهة والكرة في جهة، صعيب على الحارس، صعب الحارس يختار يعني جهة ويرتمي في جهة إذا جت في